تشبهات تاريخ المغرب والأندلس. هنتكلم النهارده على مرحلة كبيرة جدا وهي بداية الفتح لمنطقة المغرب. النهارده هنتكلم على تاريخ واحد من أهم القيادات اللي كانت موجودة للقيادات البيزنطية والقيادات الإسلامية. أول مواجهة تقريبا هنشوفها مع بعض، ولكن المواجهة دي مش هتكون مباشرة. هنتكلم النهارده على قيادة من القيادات البيزنطية وهي جرجرس، اللي المراجع العربية سمته جرجير. جرجير ده يعني اسم غريب جدا، بس المهم يعني ان هو كان جرجريوس كان يعتبر من القيادات القويه ولكن قيادات منشقه. ليه؟ هو كان بيناصب العداء للقياده البيزنطيه وشايف ان الامبراطوريه البيزنطيه راحت عليه وهو عايز يستقل بافريقيا لنفسه. وهنا كانت افريقيا تعتبر من اهم الاقاليم اللي ممكن نتكلم عليها للبيزنطيين في البحر المتوسط. بعد مصر سقوطها كانت تعتبر هي الولايه الوحيده اللي قامت في الجنوب اهميه، ولكن هنا جرجريوس بعد انفصاله عنها او شبه انفصاله، فاحنا هنا بنتكلم ان هنا في مواطن عداء ما بينهم وهنا انشقاق، فبالتالي دي كانت فرصه ذهبيه جدا للمسلمين. وهنا كان راي جرجريوس لا، المسلمين مش هيتمددوا، ولكن دخول المسلمين والعرب بقياده عمرو بن العاص في مصر، ولكن بعد كده ان هو يقدر يفتح مصر بالكامل بعد معاهده اسكندريه في 21 هجريه موافق 642 ميلاديه، فهنا كده خلاص وضع مصر استتب. وهنا جرجريوس بيقول خلاص هم مش هيتمددوا اكتر من كده، ولكن كان المسلمين لهم راي ثاني. وهنا عمرو بن العاص بيتحرك بجيش الى برقه بعدها باقل من سنه، وهنا بيتم الفتح بعد قتال بسيط مع لواته هو. وهنا جرجريوس بيتم ان هو بيقول لا كده الوضع بقى مش مستتب، اولا انا خايف من البيزنطيين ان هم ممكن يبعثوا اسطول ناحيتي، فانا هنا قرطاجنا اللي هي العاصمه بتاعتي كده ممكن تكون تحت تهديد، فانا هبتدي هتسحب الى بلاد داخليه شويه. وهنا بينسحب الى بلد اسمها سبيطله. سبيطله كان فيها حصن قوي جدا، هي بلده صغنططه مش زي المدن الثانيه الكبيره، ولكن كان حصنها قوي جدا فبينسحب ليه. المهم ان مع دخول المسلمين الى برقه كانت نقله ثانيه خالص، ان خلاص دلوقتي برقه بقت تبع الدوله الاسلاميه، بالاضافه ان هم بداوا يدفعوا جزيه وتقدر 13,000 دينار. وخليني اقول لك ان الرقم ده هيكون مهم عشان الحلقه الجايه. 13,000 دينار ده هيكون رقم مش كبير، ولان عدد يعني انت لو بصيت حتى الجزيه لان ده سنوي، يعني انت لو بتتكلم كده الناس كلها بتدفع اللي هو بيدفع دينار او 2 دينار بالكثير، فبالتالي ان هو كان رقم قليل جدا. حتى ده يبين اي حد بيتكلم ان الدوله الاسلاميه كانت قائمه على الجزيه دي كانت يعني فكره مش اساسيه خالص، لان يعني هي 13,000 دينار ان هو كان قائم كمان على البالغ القادر على القتال، فهو بيتاخد منه الجزيه بس كده، وما تاخدش بيتاخد من اصحاب الديانات الاخرى، عشان برضو الناس اللي بتتكلم في الجزيه ومش عارف ايه، بل العكس الجزيه دي كانت بالنسبه لواته هوارة كانت كويسه جدا. ليه؟ لان لواته هوارة كان بيدفع اكتر من كده بكتير جدا للبيزنطيين، اما ده كان بالنسبه للمسلمين ده كان جزء بس عشان ان المسلمين هيدافعوا عن اراضيهم مش عشان بس اللي هو ايتاوا. وبالتالي ان برقه دلوقتي بقت اصبحت تبع المسلمين 100%. ليه؟ لان الخراج بتاعها كان تبع خراج مصر، يعني الجزيه دي كانت بتضاف على دخل مصر السنه. ولكن بعد اقل من سنه برضه عمرو بن العاص بيتحرك بالجيش مره ثانيه الى اقليم تاني وهو اقليم طرابلس، وكلامنا في الفيديو اللي فات اللي كان تقريبا مسيطر على طرابلس وهي قبيله نافوسه. بالفعل يتم معركه مع الروم وقبائل نافوسه وبيتم الهزيمه بشكل سريع جدا لقوات المسلمه. وهنا بينتهي تقريبا الحكم البيزنطي على طرابلس، وفي تفاهم كبير جدا بيحصل مع العرب او المسلمين مع قبيله نافوسه. ولكن في سنه 25 هجريه 645 ميلاديا بيرجع عمرو بن العاص الى مصر، ودي تعتبر اخر فتوحات في المنطقه دي. خلاص عمرو بن العاص ما بيعملش اي فتوحات بعد كده. ليه؟ لان عمرو بن العاص بيتم عزله عن ولايه مصر بعد كده وقت سيدنا عثمان بن عفان، وبيجي بعد كده عبد الله بن ابي الصلح. خلاص عمرو بن العاص مش هيعمل اي فتوحات ثانيه، برغم ان هو هيرجع مع مصر بعد كده لحكمها حوالي 40 هجريه. بس خلاص في الوقت ده هيكون كبير في السن، فبالتالي مش هيعمل اي فتحات بعد كده. ولكن يوسف بن عمرو بن العاص فتح كبير جدا اللي كان جزء كبير من فلسطين وبعد كده مصر وكذلك برقه وطرابلس. ولكن الفتحات في المنطقه دي ما بتقفش، بعدها باربع سنين بس عبد الله بن ابي الصرح بيتحرك بجيش يعتبر من الجيش المختلف تماما عن الجيش اللي كان. الجيش اللي قبل كده كان من الصحابه، ولكن الجيش ده كان يعتبر من الجيل الاول من ابناء الصحابه. يعني هتلاقي فيه جيش مختلف تماما. الجيش ده كان 20,000 مقاتل معظمهم من الفرسان، ودي افضليه قتاليه رهيبه كانت بالنسبه للجيوش الاسلاميه او الجيوش العربيه في الوقت ده. جيوش الفرسان كانت سريعه جدا على عكس الجيوش البيزنطيه اللي كانت معظمها كان مشاة، ولكن الجيش ده كان جيش مختلف حتى في التسميه. الجيش ده تم اسمه جيش العبادله، لان كان فيه كميه الشخصيات اللي اسمهم عبد الله كتيره جدا، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن الزبير، بالاضافه ان قائد الجيش نفسه كان عبد الله بن سعد بن ابي الصرح.
فبالتالي ان هو كده خلاص واضحه ان هو جيش عبدله خلاص، هو ده اسم الجيش ده. ولكن الجيش ده بيعمل حاجه غريبه جدا كمان شويه هنتكلم عليها. وبالفعل في سنه 28 هجريا 649 ميلاديا الجيش ده بيوصل افريقيا، وهنا بيتفاجئ جرجريوس. جرجريوس ايه ده؟ العرب وصلوا عندي وانا ما اتحركتش، طب ازاي؟ طب يلا نتحرك، طب نتكون جيش كبير. وبفعلا بيكون جيش كبير. وهنا بعض المراجع العربيه بتتكلم ان الجيش ده من 100 ل 150 الف مقاتل بيزنطي، ولكن خليني اقول لك ان الجيش ده رقم مبالغ فيه، ولكن خليني اقول لك بالتاكيد ان الجيش البيزنطي كان اضعاف الجيش العربي، مش اقل من ضعفين، يعني اقل من ممكن يكون 60 الف، ممكن نقول ممكن في بعض المراجع بتقول ان هو 40 الف بس، ولكن خليني اقول لك ان جيش برده مش قليل، الجيش البيزنطي، الجيش البيزنطي اللي كان مسيطر على اوروبا كلها تقريبا. ولكن خليني اقول لك برده ان كان في مفاجاه كبيره جدا بالنسبه للبيزنطيين، ان كان في القبائل اللي موجوده البربر سواء لواتا وهوها او نفوسها ساهمت مع الجيش الاسلامي، دخلوا في الجيش الاسلامي، وفي منهم ناس اسلموا، وفي منهم بدا يناسب المسلمين كمان. فبالتالي ان هو الوضع بدا يخش في موضوع ان خلاص دول عارفين كمان جغرافيه الاماكن، فبالتالي ان الوضع بقى اسهل كتير بالجيش الاسلامي. وهنا بتحصل معركه من اكبر المعارك اللي موجوده في تاريخ المنطقه دي، وهي سبيطه، اللي بيتم فيها معركة كبيرة جدا، وبيتم قتل جرجريوس نفسه وتدمير جيشه تدمير كبير جدا. ولكن هنا بتحصل الحاجة الأغرب. هنا عبد الله بن أبي الصرح بيعمل حاجة ممكن نقول غريبة شويتين. ليه؟ لأن هنا بيتم فرض جزية على المنطقة هي 20,000 دينار بس. يعني ده رقم قليل جدا. وبيعمل حاجة الأغرب كمان، بينسحب جيش المسلمين بسرعة كبيرة جدا ويرجع لمصر بشكل سريع جدا. يا ترى ايه اللي حصل لكده اساسا؟ يعني عبد الله بن ابي الصرح انتصر، وانتصار مش طبيعي، ده دمر قياداتهم ودمر الجيش، والجيش كله هاجر الاماكن اللي كان فيها والحصون اللي فيها وانسحب الى السواحل اللي هو خلاص يعني مستنيين وصوله البيزنطي او اي حاجه يهربوا فيها. فهنا ما تمش استغلال النصر ده ليه؟ وتم تدعيم الفتوح للاماكن دي والسيطره عليها سياسيا كاملا. طب ليه اللي حصل ده؟ ده هنتكلم عليه في الفيديو الجاي. فاكيد ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان تشوف الفيديو الجاي اول ما ينزل، واهم حاجه نشوفك على خير. شوفك في الفيديو الجاي، سلام.